لم يكن صباحا عاديا، فقد استيقظ المصريون اليوم على زلزال شعر به الجميع، خاصة أصحاب الأدوار العلوية بالمنازل. وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة صباحا، موقعها شرق البحر المتوسط، قوتها أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر بحسب تصريح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات الشعور بوقوع الهزة الأرضية صباح اليوم، وهذه ليست المرة الأولى هذا الشهر، بل حدثت هزة منذ أسبوع بقوة 6.1 في جنوب جزيرة كريت. خلينا نروح لتفاصيل أكتر مع الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. دكتور أهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم وجميع مشاهدي ومتابعي اليوم السابع. احكي لنا يا دكتور ايه اللي حصل بالظبط، ايه اللي حصل النهارده وايه اللي حس يعني بيه المصريين بالتحديد؟ اللي حصل النهارده الساعه 7:32 دقيقه صباحا بتوقيت القاهره تم تسجيل هزه ارضيه مصدرها جزيره كريت، قوتها 6.2 درجه على المقياس ريختر، وعمقها يزيد عن 60 كيلو متر. وده اللي يعني خلى بعض المواطنين سكان القاهرة الكبرى وبعض مدن الدلتا يشعروا بيها. الهزة دي كان مركزها تبعد 390 كيلو متر من الإسكندرية، أقرب مدينة مصرية لموقع الزلزال. هل كان ليه توابع يا دكتور؟ بالفعل سجلنا 3 توابع ليه على مدار اليوم، لكن قوتهم كانت متوسطة أو أقل من متوسطة، 3.2 و3.4، ولم يشعر بهم أحد المواطنين داخل جمهورية الأراضي المصرية. تمام. طيب هل نستطيع أن نقول أن مصر دخلت حزام الزلازل في المنطقة؟ لا إطلاقا، ده مش صحيح، لأن مصر أصلا مش في منطقة أحزمة الزلازل. تمام. في حد بيسأل بيقول هو في زلزال تاني جاي إمتى يا دكتور؟ للأسف على مستوى العالم كله لا يوجد تنبؤ بالزلازل ولا حتى توقع، لكن هو دراسة سلوكيات كل منطقة على حدة. والأهم من كده وكده أن العلم حاليا تطور ويوجد ما يسمى بالحد من المخاطر أو تقليل المخاطر والكوارث للزلازل، لأن مفيش حد يقدر يمنع زلزال. فبالتالي الأفضل واللي العالم كله بيشتغل عليه وإحنا معاهم تقليل الكوارث نتيجة تلك الزلازل. هل تم رصد أي بلاغ عن أي خسائر تخص هذا الزلزال اللي حصل النهاردة في أي حتة في مصر ولا ما حصل؟ لم يتم الحصول على أي بلاغ أو أي إصابة أو أي حوادث نتيجة هذا الزلزال داخل الأراضي المصرية. برضه خلينا يعني نتكلم مع حضرتك في جزئيه اكثر، والناس كلها بتتكلم دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك عايزين يعرفوا الزلزال اللي جاي، هل في توقيتات ممكن حضرتك قلت ما فيش تنبؤات دلوقتي نقدر ان احنا نعرف بيها، ولكن باللي بيحصل دلوقتي ده هل في معلومه نقدر نقولها ان في وقت ما قد يحدث زلزال او قرب حدوث زلزال؟ لا، من زي ما قلت حضرتك مفيش تنبؤ بالزلازل، لكن احنا عارفين احد المناطق اللي فيها نشاط زلزالي وبيسجل بشكل شبه يومي منطقة شرق البحر المتوسط اللي هو الحزام الهيليني او الهيلينك ارك. ده اللي حصل فيه زلزال النهاردة محسوس، انا بتكلم على الزلازل المحسوسة ويمكن من اسبوع ومن شهر، لكن بشكل شبه يومي في زلازل بتسجل وبيتم رصدها وتحليلها غير محسوسة لعديد من المواطنين. ده مش معناه ان المنطقة دي فيها خطورة كبيرة، وايضا مش معناه ان شهر اكتوبر ده موسم الزلازل، ده طبعا كلام غير دقيق بالمرة، لان احنا على مدار العام المنطقة دي ومناطق كتيرة بيتم رصد وتسجيل زلازل فيها، لكن طبعا احنا بنطمن المواطنين، مش معناه ان في خطوره، مش معناه ان الموضوع يعني بكل اريحيه مفيش حاجه. الرصد والمتابعه بتقول لنا المناطق اللي فيها نشاط، الاهم من كده وكده ان يتم الاستعداد من حيث الكود الانشائي والزلزالي للمجتمعات العمرانيه الجديده بحيث تتحمل
مثل تلك الزلازل. تمام. توعية المواطنين، لو تذكر زلزال أكتوبر 92 في القاهرة طبعا. كان معظم الحوادث اللي حصلت فيه نتيجة سلوكيات المواطنين من تدافع وهروب من الشرفات وإلى آخره، وده اللي فاقم الكوارث أيام. الذكرى دي يا دكتور اللي حضرتك فكرتنا بيها تخليني أسأل حضرتك إيه الـ يعني النقاط اللي يجب الالتزام بها في حال حدوث لا قدر الله زلزال بمقياس كبير أو مقياس عالي؟ يعني احنا نطلب من جميع المواطنين وقت الشعور بهزة أرضية أن كل واحد يحتفظ بمكانه، يحاول يحمي نفسه بأي حاجة زي نختبئ تحت الترابيزة أو كده، بحيث لو لا قدر الله حصل أي انهيارات أو أي حاجة يعني يكون جسمه على الأقل الرأس يحافظ عليها، أنه يتبع التعليمات اللي بتصدر آنذاك من السلطات المحلية إذا كان الأحياء أو مجالس المدن، أو لو في نداءات عبر الإذاعات المحلية. أنا بشكل شخصي ما بنصح في الناس أنها تتبع كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن للأسف ثبت أن معظمها بيكون شائعات غير دقيق، شائعات ومفبركة وكلها تضليل للأسف. إضافة أن طبعا المعهد عندنا الظواهر الفلكية بيفتح أبوابه وصفحاته متاحة للجميع في أي وقت، أي أسئلة نرد عليها نلبيها، يعني نحاول نوثق المعلومة وندي المعلومة صح للمواطن، بحيث يعني نقلل الشائعات ونقلل حالة القلق اللي بتكون عند العديد من المواطنين، وخاصة المواطن البسيط اللي ما عندوش قدر كافي من التكنولوجيا إن نوصل لمعلومة صحيحة. فدي يعني نصيحة مهمة جدا بقولها من خلال حضراتكم للمواطنين. بالتأكيد، وأنا بضم صوتي وصوت حضرتك دكتور جاد القاضي، يعني السوشيال ميديا متاحة ولكن ليس بها مصادر موثوقة، لكن الجهات الرسمية لها حسابات رسمية ولها صفحات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. اعملوا لايك واعملوا متابعة لهذه الصفحات في مختلف الجهات ومختلف القطاعات، مش بس كمان المعهد القومي، عشان نعرف أصل المعلومة من مصدرها. دكتور يعني جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بشكرك جزيل الشكر على وجودك ووقتك معنا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الشكر موصول أيضا لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وإلى اللقاء في متابعات أخرى من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.